أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كنا في الطائرة وأعلن قولهم حان الآن موعد الإمساك عند دخول الفجر، وذلك في رمضان، وكانت معي أختي لم تعلم بدخول الفجر، وكان لديها نوع علاج ضروري لصحتها كانت تأخذه قبل الفجر بشيء يسير من الوقت، فتناولته بسرعة وشربت بعده ماء، فما حكم صيامها؟ إذا كان الإفطار فيه اختيار، لأن العادة أنهم يفطرون قبل الوقت بزمن يسير من باب الاحتياط، إذا كان فيه اختيار فليس عليه شيء. نعم. أما إذا كان تناولت الدواء بعد ما طلع الفجر فإلا تقضي هذا اليوم. نعم.